لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا في كتاب الجهاد من كتاب الترغيب والترهيب، وتحت عنوان الترغيب في الشهادة وفضل الشهداء. قال الإمام المنذري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنبعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. موجود عندي. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمونه، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية للبخاري قال أنس: أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. رواه البخاري. وفي رواية: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني على من قتلوهم، 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى قصص التضحية والبذل والجود والكرم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم علموا أنهم مسؤولون عمن بعدهم وعمن سيأتي بعدهم من الأجيال القادمة، فلذا كانوا أشد الناس حرصا على تعلم الوحي كتابا وسنة وعلى نشره وتعليمه للناس وبين الناس، وإن أصابهم ما أصابهم في سبيل الله. وهؤلاء الكفار الذين مكروا بهم، هذه لا تستغرب منهم، فهذه عادتهم، عادة أهل الكفر الكذب والخداع والخيانة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبعث معهم بعض الصحابة لتعليمهم القرآن والسنة، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب وأرسل معهم وبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. هؤلاء 70 يقال لهم القراء، اشتهروا بذلك لقربهم من القرآن وحسن صحبتهم له وحرصهم على تعلمه وتعليمه. وهكذا يشتهر العبد بما يكثر منه. يقول أنس: فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمونه. وانظر هنا للجمع بين التعلم والتعليم، وكذلك العمل والحرص على الكسب وعدم سؤال الناس. كانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد
يعني مع أو رغم فقرهم ورغم حاجتهم، لكنهم مع ذلك يأتون بالماء يضعونه في المسجد يتوضأ منه الناس، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. سبحان الله، رغم حاجتهم وفقرهم لكنهم أيضا يتصدقون. فما عذر الذين قد وسع الله عليهم ومع ذلك هم يبخلون على أنفسهم ويبخلون على دينهم؟ انظر للكرم والجود الذي كان عليه هؤلاء، بل انظر للتكامل في هذه الشخصيات. تتعلم القرآن، تقوم بالليل تصلي وتتدارس القرآن، يعملون بالنهار ويكدحون ويتعبون، أيضا يحرصون على نفع غيرهم، أيضا يشترون الطعام لأهل الصفة أي الفقراء وأضياف الإسلام. كل هذه الأوصاف كانت فيهم وكانت لديهم رضي الله عنهم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء الأعراب الكتاب والسنة، فعرضوا لهم أي تعرضوا لهم وغدروا بهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. وهذه الواقعة مشهورة في السيرة بواقعة بئر معونة. فقالوا أي لما قتلوا أو عند قتلهم: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكيف يصل العبد إلى هذا المقام وهذه الدرجة؟ انظر في الأوصاف والصفات التي تحلى بها هؤلاء لتعرف كيف وصلوا. بل انظر وتأمل في حال حرام رضي الله عنه، خال أنس، لما أتاه هذا الكافر من خلفه وطعنه برمح حتى أنفذه، يعني ليس خدشا وليس جرحا، بل يعني غرز فيه الرمح حتى أنفذه، يعني خرج من الناحية الأخرى، فكيف تكون ألم هذه الطعنة؟ ومع ذلك الرجل رضي الله عنه يقول: فزت. هذا هو الفوز الحقيقي فعلا، أن يأتي الموت الإنسان وهو على طاعة وهو قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، فيلهم أن يقول مثل هذه الكلمات: فزت ورب الكعبة، ويقسم على ذلك، وهذا من حسن ظنه في الله ولما رأى من الكرامة التي أعدها الله عز وجل له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. بل نزل فيهم قرآن يتلى ثم نسخ، وكان كما ذكر في الرواية الأخرى: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا الحديث في الحقيقة فيه الكثير من الفوائد العظيمة، أولها في قوله: جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. على كل مسلم أن يحرص على أن يتعلم القرآن والسنة، وألا ينتظر حتى يأتيه الدعاء. وكذلك من وكله الله عز وجل أو جعله الله عز وجل مسؤولا عن بعض الناس كطلاب في مدرسة أو في مسجد حلقة قرآن أو في حي من الأحياء وله وظيفة دعوية، عليه أن يطلب من يعلم من خلفه القرآن والسنة، فهذه وظيفة شرعية ربما تكون قد يعني غابت في أيامنا هذه. انشط أيها المسؤول في مكانك ولا تكسل، لا تنتظر حتى يأتيك أو حتى يأتيك الدعاء، بل احرص على أن تستجلبهم وأن تطلبهم كي يعلموا الناس الكتاب والسنة. الثانية: يعلمون القرآن والسنة. هذا هو الأصل الذي يجب علينا أن ندور حوله وأن ندندن حوله، أن تكون وظيفة الدعاء وطلاب العلم تعلم القرآن والسنة. ما أمرنا بتقليد الرجال تقليدا مطلقا إلا فيما يعني امتثلوا فيه للقرآن والسنة وما وافقوا فيه القرآن والسنة، وإنما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، أمرنا بالعمل بالقرآن. فينبغي إحياء هذه الوظيفة، تعلم القرآن والسنة، أن يتعلم الناس معاني كتاب الله عز وجل والإيمان الذي جاء في أسماء الله عز وجل وصفاته، أن يتعلم الناس العقيدة الصحيحة منه، أن يتعلم الناس الأحكام التي جاءت في القرآن، أن يتدارس الناس الأخبار التي جاء بها القرآن، وهكذا كذلك السنة، مجالس تعلم سنة
النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الأحاديث ومدارسة الأحاديث وتعلم الفقه من الأحاديث، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. وهذه فائدة ثالثة، على المربي أن يتعاهد طلابه بالتعليم حتى يتوفر لديه من الكوادر من يصلح لتعليم الناس الكتاب والسنة. هذه مهمة عظيمة ربما يغفل عنها بعض الناس وبعض الأئمة والمسؤولين ونحو ذلك والدعاء. هل لديك من الكوادر ما يصلح أو من يصلح لتعليم الناس الكتاب والسنة، وأنت أقمت في مكانك مثلا 10 سنين أو 20 سنة؟ هل تخرج على يديك كهؤلاء يعلمون الناس الكتاب والسنة؟ لابد أن تعكف أنت على تعلم الكتاب والسنة، ومع ذلك تبدأ في ممارسة هذه الوظيفة في تعليم الناس وتعليم الشباب، خصوصا الكتاب والسنة، خصوصا الشباب، لأنهم يعني أنشط في تحصيل العلم وفي تعليم العلم للناس، وكذلك يعني قلوبهم ربما تكون وعقولهم ربما تكون خالية من هموم الدنيا ومشاغل الدنيا، فينشطون في ذلك أكثر من الشيوخ ومن الكبار. يقال لهم القراء، هذه الفائدة الرابعة. إنما يشتهر الإنسان بما عرف عنه أو بما أكثر منه، إنما يشتهر العبد بما أكثر منه. فإذا كانت له علاقة قوية بالقرآن صار من أصحابه أو صار صاحبا له، يعكف على تعلمه وتدارس معانيه ويعلمه للناس، فهو حري بهذا الوصف أنه يكون أو أن يكون من القراء. والقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كالقراء في عهدنا وفي عصرنا الذين يعكفون على تعلم القراءات والأسانيد ولا يفقهون من المعاني شيئا، وإنما أنزل القرآن ليتعلم منه الإيمان، وليس أن تتعلم الألفاظ ويمكث السنوات الطوال يتدارس الأسانيد والقراءات وهو لا يفقه شيئا في القرآن، فماذا بما انتفع؟ وإنما المقصود الأصلي من الإنزال القرآن التدبر وتعلم الإيمان من القرآن، وربما يكتفي بقراءة واحدة أو بطريق واحد فهذا يكفي في هذا الأمر. يقول فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن يتدارسونه بالليل يتعلمونه، يتدارسونه بالليل يتعلمونه، هذه فائدة أخرى. ينبغي لطالب الهداية والاستقامة أن تكون له وظيفة مع القرآن ليلية، وذلك ورد القيام، أن يحزب حزبا وأن يجعل له حزبا يتدارسه بالليل ويتعلمه ويقوم به الليلة كذلك. فالأصل والبداية وبذرة الهداية إنما تكون بالتعلق بالقرآن وتعلم القرآن، حتى درج أو قد درج على ذلك أهل الإسلام حتى فشى فيهم وعرفه عنهم أهل الكفر، بل أتوا يطلبون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جايين يطلبوا عايزين حد يعلمنا القرآن والسنة، فكأن هذا الأمر يعني صار عادة وانتشر بين أهل الإسلام حتى عرفه أهل الكفر. وأيضا هناك فائدة أخرى، وهي أن من عادة أهل الكفر الكذب والخيانة والمكر، من عادة أهل الكفر وأصفهم الكذب والخيانة والمكر. فهؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما تظاهروا بأنهم يريدون من يعلمهم القرآن والسنة، وهم يريدون قتلهم وإهلاكهم، عليهم من الله ما يستحقون. أيضا خانوا هذه أو هذا العهد الذي عاهدوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. كم يستغرق إعداد أمثال هؤلاء، وكيف كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل هؤلاء. يعني انظر في المجاميع الشرعية مثلا كم ممن ينبغ فيها، عندك مجموعة مثلا 30 واحد، بيطلع منهم كم؟ 2-3 لو يعني عدد كتير، 30 أهو بيحضروا خلاص. فتخيل لما يبقى 70 واحد على الفرازة، 70 واحد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إعداد هؤلاء وكم تكلف وكم استغرق من الوقت رضي الله عنه. وانظر للأوصاف وركز معي جيدا،
يقرؤون القرآن يتدارسونه بالليل يتعلمونه، لأن الليل أبعد عن الشواغل ويحصل تواطؤ بين القلب واللسان على معاني القرآن فيكون النفع أعظم. كما يسقى النبات مثلا بالنهار في شدة الحر فيتبخر الماء ويكون الانتفاع قليلا، بخلاف ما لو سقي بعد الفجر مثلا أو بعد غروب الشمس فينتفع انتفاعا أعظم. هكذا القلب حينما يعكف على القرآن بالليل فيكون الأثر أعظم. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. سبحان الله، فقير يتصدق على فقير، وهذا فيه الحرص على الإخوان والشفقة عليهم والرحمة بهم والسعي لقضاء مصالحهم. الحرص على الإخوان والشفقة عليهم والرحمة بهم والسعي لقضاء مصالحهم. وفائدة أخرى، من يريد القيام بهذا الدين دعوة وتعلما وتعليما فلا بد أن يقوم به عملا أولا. لا تتعلل بكثرة المشاغل والأعمال، لا بد من الأوراد، لا بد من الأوراد. فالعبادة وقود القيادة هي سبيل التوفيق والثبات. هؤلاء رغم يعني عملهم الشاق كان لهم ورد من الليل. ولك أن تتخيل معي نهار إنسان يحتطب، تعرفين يحتطب طبعا يعني يجمع الحطب. طيب في هذه البيئة شديدة الحر إنسان بيطلع يجمع الحطب من الصباح وحتى المساء، كيف يكون قدر التعب والجهد والإرهاق الذي يصيب هذا الإنسان؟ تخيلوا نقول واحد مزارع، واحد فلاح بيطلع يشتغل في الأرض من بعد الفجر لغروب الشمس، يرجع آخر النهار شكله إيه؟ تخيلين؟ طب ليله بيبقى شكله إيه؟ أي نوم ده يعني، بس يبقى شايف قدامه مش مفتح مع صلاة العشاء كده، ممكن يكون بيصلي العشاء وهو إيه؟ وهو نايم. اختبارك خلص صلاة العشاء مباشرة لو هياكل لقمة ولا حاجة وعلى إيه؟ مباشرة. تخيل بقى هؤلاء، العجيب أنهم يتدارسون القرآن بالليل، عشان بس الرد على كتير من الإخوة لما بتيجي تكلموا مثلا ورد القيام أخباره إيه، بتصلي قيام ليل، يقول لك طب الشغل مش شايف الوظيفة وطول النهار شقيان، يعني أنت زي واحد حطاب من الآخر يعني، زيه في المشقة. لا، في الواقع بتاعنا عمره ما هيكون نفس الإرهاق والجهد بتاع الحطاب ولا المزارع، ومع كده كان ليهم ورد من الليل، يقومون الليل ويتدارسون القرآن ويتعلمون القرآن. كانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. انظر للجمع بين النفع القاصر أو العبادة القاصرة اللازمة والعبادة المتعدية والنفع المتعدي. وهذا من أسباب كمال الإنسان، أن يحرص على تكميل نفسه وتكميل غيره، أن يحرص على تكميل نفسه وتكميل غيره. وكانوا أيضا يحتطبون فيبيعونه، لأن الحطب من الكلأ المباح، يعني من أراده من الناس لا شيء عليه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة. كما قلت، فقير يتصدق على فقير، هم يعني قليل ذات اليد، ومع ذلك يعملون، وما يحصلونه من مال يشترون بجزء منه طعاما لأهل الصفة، وهم الفقراء وأضياف الإسلام. وللفقراء يشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. وأيضا هذه رسالة للبخلاء الذين وسع الله عليهم وهم دوما يشتكون الفقر. لما لا تتصدق؟ يقول لك بس هو اللي جاي على قد اللي ايه. لو انت تعاملت بالمنطق ده عمرك ما هتتصدق، يعني انت حالك زي دول، يعني واحد معهوش خالص، هو يدوب بس راس ماله كله هم شوية الايه، الحطب اللي هيجمعه، تمام، شوية الحطب اللي بيجمعهم دول ويبيعهم، يوم ياخد جزء من المال اللي هو باع بيه يشتري بيه طعام للفقراء مع انه هو فقير. فشوف هذه الانفس الكريمه كيف يعني كانت تتصف بهذا الجود وهذا الكرم رضي الله عنهم وارضاه. ويشترون به الطعام لاهل الصفه وللفقراء. قال فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. يبقى اللي فات ده كله ده وصف للكادر، الكادر الدعوي. عايز تعد كادر دعوي فعلا، يبقى لازم يتعلم، لازم يحصل علم متين، لازم تكون له علاقة قوية بالقرآن والسنة،
ولابد أيضا أن تكون له علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى في الأوراد التي يلتزم بها، خصوصا قيام الليل وتدارس القرآن. ثم أيضا هو حريص على نفع الناس، النفع المادي والنفع المعنوي. النفع المادي بإيه؟ بالصدقة، وكذلك بإحضار الماء ليتوضأ الناس، وكذلك النفع المعنوي بتعليم الناس العلم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقال هؤلاء الأصحاب من الأنصار رضي الله عنهم: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وهذه أعلى منزلة يبلغها العبد، أن يرضى الله عنه وأن يرضى هو عن الله، أن يرضى الله عنه وأن يرضى هو عن الله. والسؤال: هل بلغنا هذه المنزلة؟ هل أنت راض عن الله؟ كم من الناس ربما يكون ساخطا على ربه، بل لربما كفر وإن لم يصرح بذلك، هو مش عاجبه اللي ربنا بيعمله فيه، هو يقول لك ليه ربنا بيعمل فيه كده، ليه ربنا عطى فلان وهو ما يستاهلش وما عطانيش، ليه ربنا فلان ده سليم وصحيح وأنا مبتلى بكذا، ويظل مع هذه الخواطر حتى ربما تلفظ بشيء منها والعياذ بالله. لذلك كما قلت أعلى منزلة يصل إليها العبد منزلة الرضا. تعالوا نشوف ما معنى الرضا. الرضا بالله ربا، أي الرضا بربوبيته، أن يرضى العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. ومتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه، وإن كان به وإن كان راضيا به ربا من بعضها. بأن يرضى العبد بما يأمره به ربه وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه. ويعطيه إياه ويمنعه منه. الرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. قال ابن القيم: الرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة. الرضا بالله ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة. إذن عاد الأمر إلى ضرورة مدارسة الأسماء والصفات، لأنك إذا عرفت الله حق المعرفة رضيت به. وكم من الناس وكم من المسلمين لا يعرف ربه، يعني قدر المعلومات التي في قلبه عن الله ضئيلة أو ربما تكون معدومة، وإنما هو يقلد. هل كلفت نفسك أن تتدارس معاني الأسماء والصفات؟ كم كتاب قرأت في شرح أسماء الله الحسنى؟ كم سلسلة صوتية سمعتها للعلماء؟ أكثر الناس لم يفعل. وبالتالي حتى تصل إلى منزلة الرضا لابد أن تتعرف عليه، على أسمائه، على صفاته، ربوبيته العامة أي لكل الخلق، ربوبيته الخاصة أي لأهل الإيمان. الرضا به خالقا ومدبرا، الرضا به آمرا وناهيا، الرضا به ملكا معطيا مانعا حكما. ما تحصل مشكلة بينك وبين حد ويقول لك تعالى نتحاكم للشرع، بترضى بحكم الشرع؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا به وكيلا ووليا، ناصرا ومعينا، كافيا حسيبا رقيبا. الرضا به مبتليا ومعافيا. فاكرين كلمة أبو سعيد الخراز: العافية سترت الناس، فإذا جاء أو حل البلاء تبين الرجل أو تبين الرجال. طول ما هو معافى ما فيش أمراض، وطول ما هو الرزق بتاعه تمام وحلو يبقى راضي، يعني في الظاهر. تحصل أزمة، يجي له ابتلاء، يجي له مرض صعب مثلا ولا حاجة، الفلوس تحصل فيها مشكلة، الوظيفة يترفض كده، يبدأ اللي في القلب إيه؟ يظهر على اللسان. عشان كده بنقول الرضا به مبتليا ومعافيا، قابضا وباسطا، إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. بهذا فيما يتعلق بالرضا به. أما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به. خد بالك اللي فات ده الرضا بالله، اللي جاي الرضا عن الله. إنه قالوا إيه؟ رضينا عنه، ها؟ رضي عنا ورضينا إيه؟ عنه. والرضا عن الله متفرع عن الرضا إيه؟ بالله.
الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه، ولهذا لم يجئ إلا في الثواب والجزاء، كما قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا برضاها عنه، يعني لما حصل لها ذلك إلا به، هذه الكرامة التي حصلت إنما برضاها عن الله. قال الله: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وإيه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال ابن القيم: والرضا به أصل الرضا عنه. الرضا به أصل الرضا عنه، يعني الرضا عنه ثمرة لإيه؟ للرضا به سبحانه. قال: وسر المسألة أن الرضا به يتعلق أو متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. واكتب السطر ده: الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته. عشان توصل للرضا به لابد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته. طب والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. الرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا، ولم يعلقه بمن رضي عنه. علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا، ولم يعلقه بمن رضي عنه، كما في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه. فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. الرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه. يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحسانا، وإن ساء عبده، يعني كل ما يحصل له من الله يراه نعمة وإحسانا وإن ساء عبده. كيف؟ لأنه وإن ابتلي بشيء ظاهره السوء، فإنه حينما يتفكر في الفوائد التي تحصل من وراء ذلك فإنه يرضى بالله سبحانه وتعالى. انظر مثلا لامرأة كانت في قومها، فهجم المسلمون على هذه القبيلة وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وكانت هي ضمن من أسر. ثم عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها وأن يتزوجها ويكون ذلك مهرها. عرفتموها؟ ها؟ ثم لما وافقت وتزوجها كانت بركة على قومها، إذ أطلقهم جميعا لأنهم أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم. من هي؟ جويرية رضي الله عنها بنت الحارث. طيب جويرية، طيب تخيل معي لو لم يحصل لها هذا البلاء، شوف بلاء الأسر كان سبب ليه؟ لرفعة القدر، صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو بقيت في قومها الكفار وعلى الكفر. نعم في الظاهر أنها في إيه؟ في نعيم، ولكن أي نعيم من هذا الذي لا يكون في الإيمان بالله وفي ظلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان ينزل بالبلاء ليرفعه الله إذا رضي عن الله سبحانه وتعالى. انظر لحال يوسف عليه السلام لو كان قد بقي بجوار أبيه، هل كان سيحصل له ما حصل؟ فقدر الله عز وجل له هذا البلاء، وإن كان في ظاهره السوء والشدة، ولكن من ورائه من الحكم والفوائد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى الذين يعترضون على الله ويقترحون على الله أن يتعرفوا على الله حق المعرفة، وأن يتفكروا فيما وراء البلايا والمصائب والشدائد من الحكم والفوائد. ربما مصيبة تصيب العبد تجعله ينكسر لربه ويتذلل له ويفتقر إليه ويناجيه، في حين أنه لو لم يصب بهذه المصيبة لكان من أكثر الناس شرودا عن الله وبعدا عنه سبحانه وتعالى. لذلك معنى قوله رؤية كل ما منه نعمة وإحسانا وإن ساء عبده، أنه حين يتفكر في المحنة والدروس والفوائد والحكم التي وراء هذه المحنة تنقلب في حقه إيه؟ منحة، والعطية والبلية تصير إيه؟ تصير عطية، وهكذا. فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله،
والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن شهادة أن محمد رسول الله، والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. هم قالوها بقى أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وهذا إنما يبلغه العبد بصدق إيمانه وحرصه على طاعة ربه كما رأيتم في أوصاف هؤلاء الأكارم. أما حرام رضي الله عنه، قال أنس: فأتاه رجل من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. في الرواية الأخرى أنه كان قرآنا ثم نسخ: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا دليل على إثبات النسخ في القرآن، دليل على إثبات النسخ. فهذه كانت آية تتلى ثم نسخت بعد. من الفوائد وقد أشرت إليها: كم من فقير متصدق، وكم من غني شحيح ممسك. كم من فقير متصدق، وكم من غني شحيح ممسك. هؤلاء ليسوا أغنياء، ومع ذلك لعلو همتهم وطلبهم الدرجات العلى كانوا يجيئون بالماء للمسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون الطعام لإخوانهم الفقراء. أيضا لا يبلغ العبد منزلة الرضا عن الله حتى يرضى هو عن الله. لا يبلغ العبد منزلة الرضا من الله حتى يرضى هو عن الله. لا يبلغ العبد منزلة الرضا من الله، أن يرضى الله عنه يعني، حتى يرضى هو عن الله. خذوا بالكم من فائدة مهمة جدا. بعض الإخوة حين تسأله ما حكم الرضا، يقول لك الرضا إيه؟ مستحب. لا، ليس كل الرضا مستحب. الرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي ده واجب، ده لو زال لكفر الإنسان. لكن الرضا المستحب يقصد به الرضا الإيه؟ المتعلق بالمصيبة، المتعلق بالمصيبة، وليس كل الرضا أنه مستحب. فانتبه لهذا المعنى المهم. إن أردت التفصيل فرجع للمدارج، ابن القيم رحمه الله قد فصل ذلك، وتعليق الشيخ يعني ممتع جدا في المدارج. أقول هنا في الفوائد: كيف يكون ليل الحاطب جالب الماء بالنهار؟ لا شك أنه في أمس الحاجة للنوم والراحة، ومع ذلك فهم يحرصون على الأخذ بحظ ونصيب من قيام الليل وتدارس القرآن. فإلى متى تترك وردك شاكيا من تعب العمل بالنهار؟ أيضا من الفوائد: لابد أن يوجد في المسلمين من يتعلم الدين كله ويعلمه للناس، يفقههم ويفتيهم. هذا من الفروض الكفائية، وإلا أثم كل قادر. زي بيقولوا كده: تعلم الطب إيه حكمه؟ فرض كفاية. يعني لازم في المسلمين إيه؟ أطباء. طب لو ما فيش فيهم أطباء، يبقى القادر إن هو يبقى طبيب وما بقاش، هيبقى آثم. تمام. طيب صحة الناس أهم أم دين الناس؟ أنهي الأهم؟ إنسان دينه يروح ولا إن صحته تروح؟ خايف يتكلم. الاثنين مهم ماشي، بس أنا أقولك أنهي الأهم؟ الدين بلا شك، صح كده؟ يبقى توفير من يعلم الناس الدين هذا من أوجب الواجبات والفروض، أمر في غاية الخطورة. بل ذكر بعض العلماء أن من كان مقيما في محلة وفي بلد ليس فيها مفتن فعليه أن يهاجر من هذا المكان. واحد مقيم في مكان ما فيش فيه عالم، ما فيش فيه طالب علم يعلم الناس الدين، ما ينفعش يقيم في المكان ده، وإلا كيف يقيم دينه وهو ليس لديه علم؟ فهذه وظيفة في غاية الخطورة والأهمية، أن يوجد في المسلمين من يتعلم الدين ويعلم الناس الدين. هذه من أعظم الواجبات والفرائض وأهمها. أيضا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بخبر قتلهم قبل أن يصل ذلك، إن هو ما كانش معهم، كانش في وسائل الاتصالات، بلغ الصحابة أنهم قتلوا بالفعل، وهو بعد لم يعرف ذلك وإنما عرفه عن طريق الوحي.
أيضا فيها صبر العبد في الحديث، صبر العبد على ما يصيبه في ذات الله كما أصاب هؤلاء وكما أصاب حراما رضي الله عنه. وتأمل في طريقة القتل والغدر، طعنه برمح حتى أنفذه ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة، ألا ما أجمل الخاتمة. وكم من الناس يصيبه ما هو أقل من ذلك فيتسخط، ممكن واحد شوكة بس كده تخش في رجله ولا حاجة يقول كلمة والعياذ بالله تطلعه بره الإسلام، يكفر بيها شوكة، وده رمح دخل من ظهره وطلع من صدره ويقول فزت ورب الكعبة. كم في قلب هذا الصحابي من الرضا بالله وعن الله، كيف كان قلبه رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا فتش في نفسك عن قدر بذلك لدينك وحرصك على إخوانك، فهذه أمارة قوة الإيمان في قلبك. فتش في نفسك عن قدر بذلك لدينك وحرصك على إخوانك، فهذه أمارة قوة الإيمان في قلبك. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.